ونبقى في عالم سباق الصواريخ، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراءها تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع توبول إم. وأكدت الوزارة في بيان لها أن إطلاق الصاروخ تم من مطار بيليسيتسك الفضائي بشمالي روسيا، مشيرا إلى أن الصاروخ أصاب هدفه المقرر في شبه جزيرة كاماتشاتاكا بالشرق الأقصى الروسي بدقة.